لأعضائي الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني وأن أعترف بأن مقاماتهم أعلى من أي تكريم. أتشرف بدعوة السيد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، تفضل معنا لتكريم الأساتذة أعضاء من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني. تحياتكم من فضلكم. عبد الرحمن شخصيا على تكريم أعضاء من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني في مراسم الأيام الوطنية للأغنية الثورية. من فضلكم تحية كبيرة للأستاذ القامة المجاهد مصطفى سحنون. التاريخ يحضر معنا اليوم، ربي يطول في أعمارهم ويحفظهم كامل. تكريم في حق المجاهد مصطفى سحنون عضو من الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، نظير عطائه اللامتناهي للجزائر الحبيب، ويقدمه السيد الوزير الأول الذي نطلب منه. المجاهد طه العامري كان من الذين حملوا لواء تعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية من خلال فنهم العريق. المجاهد لهذا الرجب وكذلك سيرة ومسيرة المناظر وعضو الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني. يكرمه سيادة الوزير الأول، الوزير الأول، ونسعد كذلك بأن ندعو السيدة حليمة رصغاوي. في ذكر فضلهم لن يكون إلا قطرة من بحر عطائهم. صورة للذكرى لجبهة التحرير الوطني. يتسلم تكريم دائما من طرف سيادة رئيس المجلس الشعبي.